بورشا كايان إي هايبرد 2019، السيارة الهجينة، أحدث ابتكارات بوش الألمانية. حاست نماذج سيارات بوش الهجينة بالقابس شعبيتها بين الزبائن خلال السنوات الماضية، وتسعى الشركة بأن تواصل التألق والنجاح، وبذلك دشنت رسمياً سيارتها بورش كايان إي هايبرد. تحمل هذه النسخة الهجينة من بورش كايان 2019 اسم بورش كايان إي هايبرد، ومن ناحية التصميم الخارجي فهي مطابقة لتصميم سيارات بورش كايان التي تعتمد على محركات البنزين فقط، كما تطور فيها أداء المحرك بأكثر من 43%، وأصبح سعة بطاريتها أفضل بحوالي 30% بالمقارنة مع سابقتها. وتقدم بورش كايان إي هايبرد الجديدة أفضل ديناميكيات القيادة في فئتها وأقصى قدر من الكفاءة. تم تزويد السيارة بأحدث أنظمة السلامة والراحة التي تتضمن شاشة عرض أمامية جديدة والمساعد الرقمي الذكي بورش إنو درايف ونظام تثبيت السرعة التكيفي مع توجيه المسار النشط ومقاعد التدليك والزجاج الأمامي المدفأ ونظام تدفئة حديث مع جهاز تحكم عن بعد. التغييرات الخارجية للسيارة محدودة، ولكن يتضمنها مكابح خضراء وإشارات خاصة وزغرفات خضراء، كما لدى الموديل منفذ خاص للشحن. أما التجهيزات الداخلية فهي تأتي بزغرفات خضراء ونظام معلوماتي ترفيهي وعدادات قياسات مجهزة للسيارات الهجينة، كما لدى الموديل مميزات بينها نظام مكيف إضافي، لمسة رياضية على المظهر، نظام بوش إدارة التعليق الهوائي النشط. إلى جانب إطلاق كايان إي هايبرد، ستقدم بوش عدة مميزات جديدة لكايان، بينها مساحات شاشة عرض رئيسية. أهم ما يميز سيارة بوش كايان هايبرد 2019 هو الأجزاء الميكانيكية فيها، فهذه السيارة تعمل بنظام هجين مكون من محركين، محرك بنزين V6 بسعة 3 لترات مع تيربو يولد قوة 335 حصان و450 نيوتن متر من عزم دوران، ومحرك كهربائي يولد قوة 134 حصان و400 نيوتن متر من عزم الدوران. يحصل على طاقته من بطارية ليثيوم آيون 14.1 كيلووات، تشحن بواسطة مقبس كهربائي، وتبلغ قوة المحركين عندما يعملان معا في هذه السيارة 455 حصان و700 نيوتن متر من عزم الدوران. أصبحت سيارة بوش كايان الجديدة الآن أكثر ملائمة من أي وقت مضى لمتطلبات القيادة، ويحتوي نظام التحكم على عدة أوضاع للقيادة التي تركز على الأداء، وأكثر ما يميزه هو باقة سبورت كرونو باكيج التي تأتي بشكل قياسي في السيارة، حيث يمكن للسائق التبديل بين أوضاع القيادة الأربعة، ويستطيع السائق أيضاً استخدام وحدة التحكم المركزية لتنشيط وضع القيادة الفردي الذي يحدده لنفسه. تستطيع سيارة بوش كايان إي هايبرد 2019 التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في ساعة في 4.9 ثانية فقط، قبل أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 253 كيلومتر في ساعة، وتبلغ سرعتها القصوى في حال استخدام المحرك الكهربائي لوحده 140 كيلومتر في الساعة. يمكن لهذه النسخة الهجينة من بورش كايان 2019 قطع مسافة 44 كيلومتر بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط. تتم عملية إعادة شحن المحرك الكهربائي بواسطة المقبس الكهربائي خلال 7 ساعات و48 دقيقة باستخدام شاحن 3.6 كيلووات، وخلال 2 ساعة و18 دقيقة باستخدام شاحن 7.2 كيلووات.